بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب كلية العلوم قسم الأحياء، في مقرر الحبليات اتكلمنا وقلنا إن في شعيبة الفرتبراتا، وقلنا إن شعيبة الفرتبراتا بتتقسم إلى سوبر كلاس، فوق طائفة اللافكيات وفوق طائفة الفكيات. هنتكلم النهاردة على فوق طائفة اللافكيات أو الإجناثا. اللافكيات هناخد فيها طائفة واحدة بس، هي اللي مفيش فيها غيرها، اللي هي طائفة دائريات الفم أو السايكلوستوماتا. تتميز هذه الطائفة وهذه الحيوانات بفمها الدائري، عشان كده قلنا دائريات الفم، خالي من الفكوك، عشان كده قلنا لا فكيات. تعيش كاتوفيليات، يبقى دي حيوانات متطفلة، حيوانات لا تعيش معيشة حرة، حيوانات متطفلة خارجيا على الأسماك وعلى الحيوانات الأخرى تمتص الدم من جسمها. تشبه ثعبان الإيه؟ السمك. تعيش في المياه المالحة وتعيش في المياه العذبة، أكثر الفقرات بدائية ومنها اللامبري أو بيسموه الجلكي أو البتروميزون في اللو فيتاليس، فم دائري والأسنان زي ما أنت شايفها بالشكل ده، مفيش فيه فكوك. ده الجلكي، نبدأ نتكلم عليه بالتفصيل. بيتروميزون أو الجلكي أو اللامبري اسم لحيوان واحد، لامبري، بيتروميزون فلويتاليس، طبعا ده اسم علمي، يبقى اسم طالما علمي يبقى الاولاني ده اسمه الجينس، ويبدأ كده لازم تحط تحتيه خط، والسبيشيز بالحرف سمول يبقى تحتيه خط، يبقى اسمه بيتروميزون فلويتاليس الجينس والسبيشيز، ده اسمه كده علمي مكتمل. شايف الايه الفم بالظبط كده الدائرية، فم دائري، في مجموعة من الأسنان الحادة، وطبعا دي اسنان بتبدا تقطع مع اللسان اللي هو برضو اللي يحوى على نفس الاسنان، اهي اللون الاصفر، فهو اللسان بيسموه لسان راسبينج تونج او لسان خادش او كاحت، لانه بيكحت جدار الجسم السمكه مثلا اللي هي اللي بتطفر عليها، طبعا بيدور على الجزء اللي ما فيش فيه حراشيف ويبدا يقطع فيه الجلد باللسان ده، ويفرز من الغدد اللعابيه اللي موجوده عنده ماده تمنع التجلط عشان تحافظ على سله الدم، ويبدا يمتص الدم. فهو طفيل خارجي يعيش على بعض انواع اسماك المياه العذبه. الشكل الخارجي للحيوان، جسم طويل يشبه ثعبان السمك، يتميز الى راس وجذع وذيل، ليس له عنق، ليس له زعانف زوجية، زعانف عنده زعانف فردية، يبقى مفيش فيه دبل فن، له زعنفتان ظهريتان، بتبقى الجزء اللي شايف ده كده يبقى جزء هنا صغير كده، وبعدين بعديه جزء صغير تاني كده، فهي جزء مقسومة إلى إيه جزئين، وفي زعنفة ذيلية، يبقى في زعنفتين ظهريتين وسطيتين، واحدة بس، ومنفصلتين أمامية وخلفية، بالإضافة إلى زعنفة ذيلية، يبقى ده زعنفة الظهرية ودي زعنفة الزيلية، زعنفة ظهرية وزعنفة زيلية. له قمع فمي كبير، الوقت جوف الفم يعني، بيسموه البكل، بدل ما يقولوا الكبدي بيسموه البكل فانل، به العديد من الايه الحلمات تعمل كمنصات لتثبيت الحيوان على جسم الايه الفريسه، لانه طبعا هو بيغذى عليها، فطبعا ايه لازم يبقى ملتصق بيها ويتحرك من مكان لمكان، عشان كده هو طفيل. وبنتدخل به صفوف عديده طبعا من الاسنان القرنيه الهورني تيز، والهورني تيز ده برضو موجوده على الايه الفم، يعني تيجي تبص كده لو رسمته كده بالشكل ده تلاقي هنا حاجات صغيره كده، ده اللي هي ايه اللي هي المنصات اللي يبقى ملتصق بجسم الايه الفريسه. تقع فتحه الفم في قاع القمع الفمي، ويبرز منها لسان كاحت واسمه الراسبينج تانج او اللسان الخادش او الكاحت، اللي بيكحت الايه اي جسم لين كده عشان ايه يطلع منه البلط. يحمل اسنان قرنيه زي ما قلنا تساعد على نهش لحم الفريسه عشان يخرج البلط. ده شكل حقيقي ليه الفم، ده اللي قلنا اللي هو الحلمات الملتصقه اللي بيلتصق بيها، وده الاسنان الموجوده القرنيه، ده اللسان الكاحت الموجود اهو، وده الصفوف من الاسنان القرنيه الموجوده، والجزء اللي فوق ده اللي هو الايه الجزء بيسموه الحلمات او البابيلي، اللي هي
سهل عليه انه يلتصق في جسم الايه ده القمع الفمي للبتروميزون. ده الشكل الخارجي من الناحيه الجانبيه للبتروميزون. اول حاجه طبعا الجسم قلنا هيد وترانك وايه والتيل. التيل دايما زمان تيجي تعرفها الديل، لما تيجي تعرفه هو المنطقه اللي بين بعد فتحه الخياشيم الى الايه بدايه فتحه الايه الانس. طيب اللي بعد الانس هو ده التيل، وبالتالي الزعنفه الموجوده دي بتبقى زعنفه الايه الظهريه، الزعنفه الذيليه الكودلفين. بعد كده الزعنفه الظهريه قلنا زي ما قلنا ان هي مقسومه لايه لجزئين، جزء امامي وجزء خلفي، انتيريور دورسال فين وبستيريور دورسال فين، الزعنفه الظهريه الخلفيه الزعنفه الظهريه الاماميه. الجسم اسطوانه طويل كده زي ما انت شايف زي الايه الثعبان. طبعا بعد فتحه الانس هتلاقي الفتحه البوليه التناسليه منفصله عن بعضها، عشان كده ما قلتلكش ان دي كل واقع دي اسمها ايه الانس، لان فتح القناه الهضميه بتفتح لوحدها فتحه مستقله. لكن الجهاز البولي التناسلي هنا جهاز ايه بيفتح فتحه مشتركه بالحلم البوليه التناسليه اللي في الخارج بيفتح بفتحه بوليه تناسليه. هتيجي تبص تلاقي الجسم فيه قطع عضليه، وقطع عضليه هنا مش شعريه اكبر من اللي كانت موجوده في السهيم قبل كده، لا ده هي هنا بيبقى تبقى زي الزجزاج شيب بالشكل ده كده. طيب ده بالنسبه للعضلات. الادا المايتومز الجهاز العضلي هو شكلها شكل الزجزاج، وبينها وبين بعض العضلات هتلاقي فيها ايه الفواصل العضليه بيسموها مايو سبتا. مايو يعني عضلي، يبقى مايو سبتا يعني فواصل عضليه، وسبتم فاصل او حاجز، وهنا المايو ستومز تومز دي يعني قطعه، يبقى مايو تومز قطعه عضليه. بعد كده هتلاقي فيه 1 2 3 4 5 6 7، دول 7 فتحات خيشوميه موجودين على الجانبي الايه البلعوم منطقه الخيشوميه، موجودين في انبوبه كده بيسموها البرانكيال باسكت او الايه السله الخيشوميه، اللي بتميزه 1 2 3 4 5 6 7 فتحات خيشوميه. هتلاقي بعد كده في المنطقه الاماميه العين، والعين دي مغطاه بجلد شفاف، وبعد كده فتحه الانف او النسترلز، والمنطقه الاماميه هي الباكر فانيك. توجد على كل توجد عين على كل جانب من منطقة الرأس، وليس لها جفون، ويغطيها طبقة شفافة من الجلد. وطبعا تبقى غائرة في اليرقة، وبعد كده تبدأ لما تيجي تتحول تبقى طول اليافع تبدأ تهاجر لحد ما توصل تحت الجلد ايه مباشرة. يوجد ثقب شمي اللي هو الفاكتور بيت او اللي هو النوستريل، على اللي هو فوق ده فتحة الأنف مفردة على الايه الجانب الظهري من الرأس، له 7 فتحات خيشوميه خارجيه على جانبي الراس، يبقى 7 ازواج. ولو فتحه بوليه تناسليه خلف فتحه الاست مباشره زي ما قلت ان ده منفصل عن الجهاز الايه الهضمي.